بسم الله الرحمن الرحيم، نتقدم لإخوتنا وعزتنا في بلاد الحرمين بأحر التعازي لاستشهاد كوكبة من أقمار بلاد الحرمين. إن هذه الجريمة البشعة التي أقدم عليها آل سعود هي مجزرة بشعة تكشف الوجه الحقيقي للنظام السعودي الذي تزداد في كل يوم هذه الجرائم وتكشف الوجه الحقيقي للعالم. ولكن هذه الدماء هي صرخة في وجه آل سعود وصرخة في وجه العالم الذي يغمض عينيه على ما يجري تجاه الشعب في بلاد الحرمين وفي الجزيرة العربية. نحن اليوم عندما نقيم هذا البرنامج نقيمه لنعلن صرختنا ورفضنا وإدانتنا لهذه الجريمة البشعة والقاسية والتي لا تعرف الشريعة ولا تعرف الدين ولا تعرف القيم الإنسانية، وتجاوزت كل هذه القيم السماوية والدنيوية. نحن نسجل موقفا واضح في رفضنا لهذه الجريمة، ونطالب المجتمع الدولي وكل أحرار العالم بأن يسجلوا موقفا واضحا تجاه هذه الجريمة البشعة. نعلن تعازينا وتضامننا مع إخوتنا في بلاد الحرمين وأحر التعازي لهؤلاء الشهداء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم في أعلى عليين.